السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة أخرى من برنامج نخل ورمان، ودائما نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد الفايد، الأستاذ الباحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط والمتخصص الخبير في علوم التغذية. أهلا بفضيلتكم. أهلا وسهلا مستمعي الكرام، سنتحدث في هذه الحلقة المباركة بإذن الله عن الشوفان أو الخرطال. يحتوي دقيق الشوفان على كمية جيدة من الألياف الغذائية، وكذلك على البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والصوديوم والحديد والكاروتين وفيتامينات B1 B6 B12. عرف الشوفان بفوائده الصحية، لذلك ينصح بتناول الشوفان خاصة في وجبة الإفطار، حيث يساهم في المحافظة على الوزن ضمن المعدل الطبيعي ويشعر بالشبع لفترة طويلة بعد تناوله، لأن الشوفان مصدر جيد للألياف الذائبة، لذلك فهو يساعد على التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم لمدة طويلة، كما أنه يساعد على خفض الكوليسترول في الدم وخفض ضغط الدم. ويستخدم الشوفان لعلاج حالات الإنهاك العصبي والأرق والوهن، ومضاد للالتهاب ومسكن، كما يقلل من الشعور بالحزن أو بالحزن والاكتئاب البسيط لدى البالغين، وأيضا له مفعول مهدئ يشابه أو يشبه أداء بعض العقاقير المهدئة. إذن سنتعرف وإياكم مستمعي الكرام على فوائد الشوفان رفقة فضيلة الدكتور محمد الفايد الخبير في علم التغذية. دكتور، أنا في الحقيقة أو ربما العديد منا لا يعير أي اهتمام للشوفان، وقد فاجأتني فوائده الكثيرة والمهمة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل الأشياء التي ستقرأين على الشبكة العنكبوتية هي كلها مثيرة ومفيدة. لماذا؟ لأنها وضعت على الشبكة العنكبوتية للإشهار، وطبعا وللكسب ولغرض مادي. فهذه الأشياء، ومع الأسف بعض الأشخاص يعني أنهم يثقون بهذه الشبكة العنكبوتية، ويعني لما يقرأ أي شيء في الليل ففي اليوم الثاني سيبحث عن هذه الأشياء. فحبوب، فالمغرب هو من البلدان الذي يمتاز بكل الحبوب، يعني وكاين مع الأسف بعض المرضى مثل المرض التوحدي ومثل السيلياك، يعني كيعانيو من الجلوتين، مشكل الجلوتين، والممنوع عليه من القمح والشعير والخرطال. والان بعد بداو كيسولوا على السرزه، كيسولوا على الكانوا، بداو كيسولوا على هذه الاشياء هذه. نعم. رغم ان هذا الشخص هو يعني يجب ان تتضامن معه العائله لكي يتبعوا نفس النظام الغذائي. هذا الشيء اللي كاين دابا في اوروبا، هذا الشخص اللي عنده سيلياك العائله كلها تاكل مثله وكانها لديها سيلياك كلها، يعني يتضامنون معها باش العيشه يعني، ونحن في المجتمع الاسلامي اولى باش نتبعوا هذا النظام وهذه القضيه دي. يعني اولى باش هذا الشخص ولا هذا الطفل ولا المراه اللي عندها سيلياك العائله كلها تاكل نفس الشيء، كاين رز، كاين ذره، كاين قطاني، كاين خضار، كاين فواكه، كاين اشياء كلها ممكن، غير فقط القمح والشعير. وحتى على ذكر هذا المشكل الجلوتين، فالشوفان هو ماشي الجلوتين اللي مشكل، والجليادين، يعني الجلوتين مكون من الجليادين. فالخرطال ما عندوش الجليادين، يعني الجليادين هي المشكل عند الناس اللي عندهم سيلياك وحتى المرض التوحدي. الخرطال فيه الافينين، ما فيش جليادين، فيه الافينين، يعني ممكن هاد الناس، ولكن ما نخشاه هو نفس علينا نفس الشيء في جميع الدول. ونحن في المغرب لا ننصح بالشوفان، لأن ربما يكون في الحقل في بعض سنابل القمح تنبت مع الخرطال مع هذا الشوفان. ولما يطحن يعني ما غاديش الناس يزولوا هذيك الحبوب القمح اللي كتكون فيه، ولو كان غير 5 ولا 6 حبات يعني مع قنطار، فهي تسبب مشكل لدى أصحاب سيلياك، لأن أثر الجلوتين ولكن ماشي كمية الجلوتين. فالخرطال هذا اللي كنسميه في المغرب الخرطال أو الشوفان، يعني باللغة العربية الشوفان. أن بعض الناس لما يسمعوا هذا الاسم الشوفان، لكن لما نقول لهم أنه في المغرب هو الخرطال،
هنا يسمعون بعض الفضائيات الشرقية ويقرؤون في الإنترنت أن الشوفان يفعل ويفعل ويفعل، ثم يأتون ما هو هذا الشوفان الأخير لما نقول لهم خرطال، تنقص الأهمية لديهم، وهذا شيء جميل. لماذا؟ لأن الخرطال عندنا احنا في المغرب هو علف، نحن لا نأكل خرطال في المغرب، لا نأكل شوفان، لا أحد يعير لهم. فلماذا يريدون العالم أن نأكل الشوفان؟ نحن لا نأكل شوفان، هو علف للحيوانات، كنعطيه للخرفان، كنعطيه حتى الأبقار الآن لو الفلاحة يرطبوه في الماء وكيعطيه لهذه الأبقار. ثم أن الناس بدأوا الآن يتهافتون على هذه الأشياء التي يقرؤونها في الشبكة العنكبوتية، هو من الحبوب، يصنف من الحبوب، وأقل أهمية من الشعير. نعم، أقل أهمية من الشعير. الأبحاث الآن لجرات على الشوفان، لأنه هذا هو في الأوت، دول أوروبية تنتج بكثرة، والدول الأمريكية كذلك. نعم، الأبحاث هذه طبعا غدا تكون يعني زكت الأوت، زكت هذا الشوفان أو الخرطان. نعم، ولكن الأبحاث التي أجريت على الشعير هي قليلة جدا والمنعدمة. لماذا؟ لأنهم لا يأكلون الشعير. لماذا؟ لأنهم لا يأكلون الشعير. مجتمع هذا أنا قلت لك في بداية حديثي. نعم، وهذا هذه الغرابة، أن الشعير هو 5 أضعاف أحسن من الشوفان، ولكن مع الأسف الشديد أن الناس الآن كيقراوا في الشبكة العنكبوتية وكيصبحوا مع الصباح يسولوا على الشوفان، والخرطال كيفرح بالزراعة وكيعطيوه الناس علف، ماشي يعني حتى الثمن ديالو هو أقل من الشعير في الثمن. نعم، وهو خفيف لأن جوج ديال الأكياس يلاه يعطيوك خنطار، ماشي بحال الشعير. فهاد وما فراج هو كيزرعوه المنطقة هذه كلها المتاخمة للبحر المحيط الأطلسي، هذه الساحل هذه كله من حد السوالم يعني حتى المولاي وسلام، هذه منطقة كيزرعوا فيها الشوفان، يعني هو كيبغي شوية تربة رملية، وكي خصوصا على من مستوى تمارة حتى البوزنيقة بن سليمان، وهذه هذه كلها منطقة فيها أي شوفان، كيزرعوا أي شوفان، ما فيها تجلى قمح. فهاد المكونات اللي موجودة فيها ويمتاز بالألياف الخشبية. نعم، من ضمن عليه الألياف الخشبية، كل الحبوب فيها ألياف خشبية، والشعير يعني هو الأول متبوع بالشوفان، شوفان رقم 2 مش رقم 1. هو مثل الشعير يمتاز بالبيتا غليكان، والبيتا غليكان جيدة لأصحاب السكري وأمراض القلب، مش السكري، هذه البيتا غليكان هو فيه مستوى نفس المستوى اللي موجود في الشعير. الأملاح المعدنية هو فيه سيلينيوم أكثر شوية، يعني السيلينيوم فيه شوية زايد بالنسبة للشعير، بالنسبة للحبوب الأخرى فيه سيلينيوم، وفيه الأملاح الموجودة في النشويات اللي منها المنغنيز المونغانوس، ومن المغنيسيوم، ومن الكالسيوم فوسفور، هذه الاملاح اللي وفيتامين بي طبعا، لان كل النشويات فيها فيتامين بي، يعني هذا بي جات من بيري بيري، من هذا المرض اللي تسبو نقص في فيتامين بي، فيه فيتامين بي. ثم اللي كيمتاز به هو الفلافونويد اللي كيتوجد في الشوفان، لا يوجد في الحبوب الاخرى. طبعا كاين الليغنانات اللي موجوده في النخاله ديال القمح واللي موجوده في الشعير، ولكن الشوفان فيه لافينونتراد الافينونتراميد، وهذا الافينونتراميد هذا المكون هو فلافونويد قوي، هذا هو الذي يزيل الالام، منها الام المفاصل، ويحول دون تكون خلايا سرطانيه في الجسم. لماذا؟ لانه يزيل الاي كيم والفي كيم، هذه معنى الانتر سيلولار سيلول فاسكولار سيل، هذو الاي كيم والفي كيم، هو هذا الافينونتراميد كيحبسها. كذلك المكونات الانفلاميشن هذه اللي التي تسبب الالام هي الام سي بي 1 والاي ال 8 الكيمو. نعم، كيمو اتراكتيف مونوسايت والكيموكينين، هادو معروفين عند الاطباء انهم كيسبوا الالم. هو هذا الافينونتراميد هو اللي مهم جدا، هذا الفلافونويد الافينونتراميد هو يزيل الالتهابات، وكذلك يتصدى لتاكسد الخلايا الداخليه، يعني تحولها الى خلايا سرطانيه هذه. ثم هو الافينونتراميد معروف عليه انه يسوي الهرمونات عند النساء، هي كل الفيتوستروجينات، ومع الفيتوكيميكولز هذا الافينونتراميد، هي كل الفيتوستروجينات هي تسوي الهرمونات عند النساء، يعني الهرمون المبيضي. وهذا الاشياء لما تجمع علينا الابحاث كثيره، يعني كنلخص نحاولوا نلخصوا للناس هذه الاشياء. الان الغرب رجع حتى لهذه النشويات، بدا كياكلهم ملي كيكونوا في الطور الانبات الاوراق ديالهم، اوراق الخضراء ديال الشعير، والاوراق الخضراء القمح، واوراق الخضراء الشيفان، هذه الان بداو كيجفوها. والان غادي تلقاي الجرين بارلي، نعم، شعير اخضر مجفف مسحوق، كذلك نعم، الشوفان الاوت الباودر، يعني هذه مسحوق ديال الاوت بالانجليزيه هو الشوفان، هو نعم، الخرطال، وكذلك بعض هذو الحبوب هذه اللي مبخرينها كيبخروها وكيفرشخوها شويه، بحال هذا الهرب اللي كنديروا حنا من القمح، هما كيصنعوا الفلوكو هذا كيصنعوه من الشوفان. وان الناس الان يتهافتون على هذه الاشياء كانها نزلت من
من السماء، يعني ليست يعني بالأهمية اللي كان بها النظام الغذائي المغربي. يعني الشعير يأكل الناس شعير فقط، شعير جيد هذا، ولكن هذا الشوفان يبقى أنه منتوج كذلك مغربي، وأن المغرب عنده قوة في هذا الإنتاج إلى أنه يصرف كعلف للحيوانات يعملوا منه الفرش هذا. الفرق بينه وبين القمح أن ما فيش الجليادين، الجلوتين اللي فيه، وما فيش الجليادين وفي الأفينين. إلا كان الخرطة المنقي مزيان ما فيش حبوب القمح، ممكن يضاف إلى الذرة أو إلى الرز بالنسبة لهاد الناس هذو، لأن الأفينين ما كتشكلش أي إزعاج بالنسبة لسيلياك. سيلياك هما الجليادين، الجلوتين يعني، باش ندخلوا في التدقيق. ولكن الناس ما غاديينش يقدروا، لأن ربما إلا كان أثر القمح حبة ولا اثنين قمح لمرت مع هذه سيكون هناك من الأحسن أن يتفادوا. ثم هاد المكونات مثل الأملاح المعدنية والفيتامين بي، كذلك الفيتامين بي بي، هذه الأشياء توجد يعني في الشوفان، ويبقى هذه الحبوب النشوية. هو مصنف مع النشويات، تبقى الحبوب النشوية هي مصدر كبير جدا من الفيتوستروجينات، ولكن يبقى الشوفان فيما يخص هذه الفيتوستروجينات أقوى، لأن مكون أفينونتراميد، هذا الفلافونويد هذا ديال الأفينونتراميد، هو يعني مكون قوي. لاجتمعوا الفلافونويدات مع الفيتوستروجينات طبعا تكون الجسم مرتاح جيد. نعم، الألياف الخشبية الموجودة في الخرطة اللي هي نسبة عالية، نعم، لأن ملي كيطحنوه الناس هو خفيف، كيطحنوه كيطير يعني ما نعم. لماذا؟ لأن فيه ألياف ما فيش جلوتين بكثرة، هو يعني فيه ألياف بكثرة وفيه نشا. النشا هو سكر مركب يعني، وجيد للقولون، لأن جميع السكريات المركبة هي الآن تريح القولون، وهذه الألياف الخشبية هي التي تخفض الكوليسترول في الجسم، وتمنع كذلك تأكسد الكوليسترول. الألياف الخشبية هذه تشد الصفراء المنحدرة من المرارة لكي لا تعود إلى المرارة، تشدها في الأمعاء، يعني هذا الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن، هذه ما كتكونش، يعني تبقى هذيك الصفراء تتجدد يعني يوميا. فلما يعني هذه الألياف تشد هذه الصفراء في الأمعاء، فالكبد يضطر إلى استهلاك الكوليسترول لكي يفرز منه هذه الصفراء. ولذلك هنا هذا هو الميكانيزم الذي يتم به تخفيض أو خفض الكوليسترول في الدم. يعني هذه الألياف الخشبية هو مهم جدا بالنسبة للجهاز الهضمي، أن الألياف الخشبية والسكريات المركبة هي أحسن شيء في التغذية بالنسبة للجهاز الهضمي. ثم أنه هذه الألياف الخشبية هي التي تخفض الكوليسترول لأنها تشد الصفراء المرارة. في نفس الوقت هذه الألياف مع السكريات المركبة هي تزود بكتيريا الصديقة في القولون، أن سكريات مخمرة يعني متخمرة أو سكريات ألياف ذائبة ألياف ذائبة الموجودة في الشوفان هي التي تزود بكتيريا اللبنية أو البكتيريا الصديقة على مستوى القولون. يعني بمعنى أن ما نلاحظه الآن في مجتمعنا هو مشكل تقرحات على مستوى الجهاز الهضمي. الناس عندهم جهاز هضمي مريض، وما نلاحظه هو هذا الخلل الفيزيولوجي أو الخلل الغذائي الذي يترتب عنه خلل فيزيولوجي، ومشكلة تأكسد الكوليسترول، يعني الكوليسترول الحميد يتأكسد إلى كوليسترول خبيث. فالتغذية الحالية هي تغذية العصر الحالي والمجتمع الحالي، يجب أن يكون في شعير وشوفان وليس في قمح. يعني شو سبحان الله، يعني هذه الكون يتغير والأجيال تتغير. في وقت ما كان الناس يحتقرون الشعير والشوفان، الشوفان ما زال كما قلت في المغرب علف، كانوا يحتقرون، كان الخبز الأبيض وكان القمح هو أرقى يعني نشويات. في بعض الدول عندهم الرز، ما كيستهلكوش بكثرة هذه الحبوب، عندهم رز، الدول الآسيوية مثلا عندهم رز، والهند. الآن أن الإنسان الآن أصبح في حاجة إلى الألياف الخشبية والفيتوستروجينات الموجودة في الشعير وفي الشوفان. بمعنى أنه يجب إما أن يستهلك القمح بالنخالة، على الأقل غادي نقص 30% من هذا المشكل، أو أن يستهلك الشعير والشوفان تقريبا بالكميات متساوية. يعني في اليوم إذا كان كياخذ 100 غرام ولا 150 غرام خبز أبيض، خاصه ياخذ 100 غرام شعير أو شوفان، أو خليط من الشوفان والشعير، أو خليط من الشوفان والقمح بالنخالة، ولا الشعير بالقمح بالنخالة. كانوا الناس كيخلطوا الشعير مع القمح وكيعجنوه، كان الذرة مع القمح كيعجنوها، كانوا كيخلطوا هذا الشوفان، ممكن الناس يخلطوه في الخبز ديالهم. ويجب أن يعلموا أن الشوفان مادة غذائية،
فقط ولا يتفضل عليهم أحد. أنه لا يفعل في الجسم ويفعل ولا يفعل شيء، مادة غذائية جيدة يدخل مع النشوية. أما أن يعالج الناس به وأن يصلح لهذا ولهذا، نعم طبعا هو جيد للنساء بشرط أن يتوقفن عن اللحوم. أما المرأة التي يعني تبحث في الأنترنت وتبحث عند الأطباء وعند العشابة على شيء يضبط الهرمونات، لا غير موجود وغير موجود. يجب أن تتوقف عن اللحوم ثم يعني المواد الصناعية، نعم، ثم تتبع نظام نباتي فقط. لا حبست نظام المواد الصناعية واللحوم وتتبع ما نظام نباتي في نشويات، في الشوفان وفي الشعير وفي قمح بالنخالة وفي قطاني وفي خضار وفي فواكه، فهذه لا يكون عندها أي مشكل هرموني خصوص النساء. نعم مشكل هرمون هو الشوفان، يساعد النساء على ضبط الهرمونات بشرط أن يمتنعن عن تناول المواد الصناعية وعن تناول اللحوم. مش نكون نصيحة صائبة، مش يعني نعطي للناس وصفات هاكي هذه رغدة تصلح لك السرطان، هذا كذب. تصلح لك السرطان بشرط توقفيه على مسببات السرطان. نعم يجب أن نتوقف عن الأسباب ثم نعالج الشخص، أما أن لا نتوقف عن الأسباب فلا يمكن أن نعالج هذا الشخص ونأخذ فاسفة. ولذلك ظهرت هذه الأمراض المزمنة. ما هي الأمراض المزمنة؟ الأمراض المزمنة هي التي تبقى مع الإنسان حتى يموت. وهذه الأمراض المزمنة لماذا ليس لها حل؟ لأنها مترتبة عن تاريخ نمط العيش للشخص، تاريخ نمط العيش. إذا غير نمط العيش فهو لا يحتاج هذه الأدوية، وليس هناك أمراض مزمنة بالنسبة لي. ليس هناك أمراض مزمنة، أمراض مزمنة لأن دواء الطبيب يخفض من شيئا ما، أما سببها فيجب أن ينتفي. إذا كان السبب لهذه الأمراض حاصل فليس هناك علاج. حتى السكري، حتى السكري لكان نظام نباتي جيد وكان الشخص يتحرك ولا يحتاج هذه الأقراص ولا يحتاج أي شيء، خصوص السكري من النوع الثاني ليس هناك أي مشكلة. هذا الهرمونات عند النساء ممكن أن تضبط بالنظام الغذائي النباتي. ولذا أنا أتكلم ليل نهار، وإحنا وصلنا دابا 3 سنوات وما لازال الناس يتصلون بالهاتف، أنا عندي مشكل هرموني، أنا عندي مشكل سمنة، أنا عندي مشكل كوليسترول. إحنا تكلمنا عن الأشياء ونتكلم عنها أسبوعيا نتكلم عنها، وهذه الأنظمة التي نتكلم عنها هي أنظمة هي نفسها نضيف مادة غذائية نبين أهميتها كي لا يحتقرها الناس. فقط خاص الدكتور يكونوا حفظوا هاد النصائح. نعم ومشاو عليها وما عندهم في المنازل ديالهم 60-70%. نعم يعني كاين اللي عنده 90% في المنزل ديالو. كاين النساء كيتصلوا بيا انا درت داكشي اللي قلتي لي ولكن باقي عندي الكوليسترول، لانك باقي كتاكلي السكر وباقي كتاكلي حلويات. طبعا لان نوع اللحم اللي كتاكلي، جوده اللحم اللي كتاكلي، ولحم ما خصكش تاكلي. واذا اكلت اللحم بلا ما تعقل تقول لك انا عام شي حد تكون معزومه ولا حاجه وتاكل قليل من اللحم، ولو اكلت قليل من اللحم لان هذه الاشياء اللي فيه، ولما المراه ما كتردش البال مثلا اكلت حلوى ولا بيسكوي ولا كيكه ولا حاجه هكا ولا كالتها، رغم ان النظام ديالها يكون طبيعي الا دخلت هذا الشيء البسيط، لان الجسم ديالها مهيئ، لان الجسم ديالها عاش 30 و40 سنه على هذه الاشياء. نعم. تدخل لي هذه الاشياء، هذه الجسم ولا تعدو برمجه ولا تعدو حساسيه داخليه، تدخل صافي كيمشي بحال المحليات هذو اللي يزيدوا الكورون، المحليات الكيماويه. نعم. هذه الاسبرتايم والسيكلامات والطوماتين والسكرالوز، هذه المسائل اللي موجود في الحلويات وفي البسكويتات وفي المشروبات الغازيه، هذه اشياء هم مونوسوديوم جلوتامات، وزيد عليها السوربات والبنزوات المحفظات هذه، وزيد عليها الملونات المضافات الغذائيه كلها، وهذه الاشياء النيترات اللي موجوده عند في الزراعه، والسلفات اللي موجود في الزراعه والمسائل هذه. طبعا ملي غادي يولي عندك لائحه طويله فالجسم لا يقدر، الجسم خلقه الله سبحانه وتعالى تخلص من السموم حتى الالومنيوم، الجسم ممكن يتخلص من الالومنيوم ما كاينش مشكل، ولكن اذا زادت الكميه على القدر الذي يمكن للجسم الجسم لا يقدر. اكيد طبعا. وحتى النظام يعني متقن بالسموم، نعم حتى النظام الذي يستعمله الجسم للتخلص من هذه السموم يكبح، بمعنى انه الجسم اللي غادي يرمي الالومنيوم طبعا غادي يرمي المعادن الاخرى معاه، الكادميوم الجسم ممكن يرمي الكادميوم ما كاينش مشكل، الا الميركور الزئبق. الزئبق لا يمكن للجسم ان يرميه خارجه، لماذا؟ لانه يتركز في الشحوم، ولانه كيكون زئبق عضوي ديميثيل ميركور. فالحاجه العضويه طبعا الحاجه المعدنيه ممكن للجسم ان يتخلص منها على مستوى الكلية، ولكن يعني يتخلص منها يوميا ثم لمدة شهر وسنة وسنتين وثلاثة، ثم الكلية تصبح عاجزة في الأخير. فيجب على الناس أن ينتبهوا للسموم أولا، الأشياء التي تضر الجسم، ثم يتناولوا أشياء جيدة، خضر جيدة، نشويات جيدة. عندنا في المغرب لائحة فيها 6 نشويات كلهم موجودين في المغرب. عندنا القمح بنوعيه الصلب والطري، وعندنا شعير، وعندنا ذرة، وعندنا الشوفان هذا الخرطال، وعندنا الرز
كاين اللي يقول لك يقول الارز، حنا ما كنقولوش في المغرب الارز، كنقولوا الرز. الرز هاد كلمه الارز هي شرقيه، حنا كان في المغرب نسميه الرز هكذا. وعندنا الزؤان، زوان هذا اللي كان في المغرب كان زوان من النشويات الجيده. المغرب ما بقاش كيحرض الزؤان كاع نهائيا، مشى هلا. واحد المر واحد الوقت غادي الناس يقراو في الشبكه العنكبوتيه، ولا غادي يجي شي حد يجيب شويه ديال الزؤان من فرنسا ولا من شي بلاد، يبدا يقول لي الزوار راه كيعالج السكري وراه كيعالج هذا. فيجب على الانتاج المغربي ان يبقى، هذا المغرب كان من اكبر الدول المنتجه للزؤان. والزوان الفلاحه كيعرفوا هذه القضيه، الزوان ما كيحتاج لا سماد ولا مبيدات ولا اي شيء. والفلاحه كانوا كيخلطوا مع القمح وكيدرسوا الاثنين وكيفرقوهم بالغربال. نعم. كيفرقوا الزؤان مع القمح. هذه مع الاسف التقنيات الان في تراجع، الفلاح الزراعه الان في المغرب في تراجع، ماشي في تقدم، في تراجع. لا شيء ان الفلاح ولو كيحرثوا مزروع واحد، يعني لو كيحرث كل شيء فارينه ولا كل شيء قمح. الفول عندنا المشكل هذا ديال المرض ديال الفول اللي ظهر عندنا في الشاويه، عندنا مشكل كبير مع هذه العشبه اللي كتقتل الفول. عندنا مرض الفول ولا معروف تاع الحمص، هذا العام هذا ضرب تاع الحمص. الفلاحه ما بقوش كينوعوا الزراعات، ما يبقاوش كينوعوا، هذا هو المشكل اللي عندنا. ما يبقاوش كينوعوا الزراعات، وبعض المرات كنلقاو حقول شاسعه ما محروتهاش. هذه البلاد ضايعه فيها، احنا ضايعين في هذه البلاد هذه. يعني ما خصش يبقى اي شبر بدون زراعه، وما خصش الناس يقولوا ويلا جا العام خايب. علاش؟ لان هذا ليس من قبيل المسلم. الله سبحانه وتعالى يقول في سوره الواقعه: افرايتم ما تزرعوا تحرثون، ماشي تزرعون، افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. نحن ما كنزرعوش، كنحرثوا فقط. خص الفلاح يعرف هذه القضيه دي، وما خصوش يبقى يشك في القدر، وما خصوش يبقى يقول واش اشتغل تصب ولا ما غتصبش. بشرط يخرج العشر فقط، هذا مهم. مطلوب منه يخرج حق الله، لانه نزل ليه المطر. الا ما خلصش الله وما خرجش العشر ما ينزلش المطر. اكيد. الشرط الوحيد صافي فقط هو ان الفلاح خصو يخرج العشور. الا خرج العشور كتصب الشتاء، الا ما خرجش العشور ما تصبش الشتاء. كي يقبطها الله عنده سنه باش يتخلص في داكشي اللي ما خلصوش الناس اللي ما عطاو. العشر شحال كيخلصوا فيه الناس؟ واحد على عشرة، يعني ماشي شي حاجه كثير، يعني عبره ديال الشعير في عشرة. نعم. من الله نزل لك المطر وانك ما صرفتي عليه والو. ملي كان المزروعات السقي الله ما كيتسالش معك فيها. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك حتى الحيوان اللي علفتيه ما كيتسالش فيه الله العشر، الله كيتنازل على الحق ديالو. لا زكاه في الشاة المعلوفه. هذه فهذه الاشياء هي اللي خص الاصليه في المجتمع كمجتمع اسلامي، اللي تكون عندنا يكون تنويع الانتاج استهلاك هذه المواد. المغرب كان كيعيش بالشعير لمده 3 اشهر. نعم. المغاربه من الان ما كيستهلكوش الشعير، الشعير اصبح اصلي في التغذيه. النساء خصهم ياكلوا الشعير، الرجال خصهم ياكلوا شعير، الرجال خصهم ياكلوا شعير على السيروتونين والكالسيوم، النساء خصهم ياكلوا شعير على الفيتوستروجينات والسيروتونين، الاطفال الصغار خصهم ياكلوا الشعير فيه كالسيوم وفوسفور وفيه حديد. يعني هذا المرضى مثلا المصابين بالسرطان واللي كيعالجوا امراض ثقيله وخطيره لازم ياكلوا الشعير، لان فيه المضادات للاكسده، ولان ليس فيه خطر مثل الخطر الموجود مثلا في هذا الطحين الابيض، الدقيق الابيض. هذا عنده مشكل. المغاربه كانوا كياكلوا الذره 3 اشهر 4 اشهر، المغاربه كانوا كيستهلكوا الذره. هذاك الشيء كان عندك اكتفاء ذاتي. نعم. كان عندك اكتفاء ذاتي من الحبوب. المغرب الان 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 الان, الآن عنده اكتفاء ذاتي الان، ولكن لا اعرف يرشد الانتاج والاستهلاك. نعم. اذا استهلكنا الشعير والذره والشوفان والرز والقمح عندنا اكتفاء ذاتي. نعم. اذا استهلكنا القمح الطري والقحم الصلب فقط ما عندناش اكتفاء ذاتي. اكيد غادي نستوردوا الكميه اللي تعادل الرز والذره والشعير اللي غادي نستوردوها. غادي نمشي انا من الناس المتفائلين في المغرب. الحمد لله. من الناس المتفائلين، عندنا اكتفاء ذاتي وعندنا انتاج. يعني ما خايفش من قضيه القمح ولا ازمه القمح في العالم، ما خايفش منها. فهاد المنتوجات منها الشوفان ماشي سهل باش النساء يحصلوا على دقيق الشوفان، ماشي سهل، لان هو ما فيش سميد، هو دقيق خفيف ورطب جيد. وممكن النساء الى عرفوا كيفاش يطحنوه، هو كيتطحن في المطاحين ما عندناش مشكل، الى عرفوا كيفاش تم الغربله ديالو. علاش؟ لان عنده واحد النخاله كبيره دغيا كتعزل بالغربال، وعنده الشيء الاخر يبقى ما يخافوش من هذيك المسائل اللي بقات معاه، يحيدوا غير ديك الغلافه الكبيره فقط. الى بقى الشيء الاخر مع الدقيق جيد، هو الشوفان هكذا يستهلك هكذا، يعني على شكل نخاله. نعم.
وفي الغرب تيسميونه خالة الشوفان، الشوفان الاوت بران. الاوت بران هي اللي الان كيشريوها الناس علي. مع الاسف الشديد هذه الحلقه انا درتها لانني وجدت بعض المنتوجات في الدار البيضاء وفي الرباط في مدن كثيره، منتوجات فيها شوفان مستورد من هولندا ومن ومن من من, من دول اوروبيه، وحنا الشوفان عندنا نعلفه للحيوان ونستورده بثمن غالي، تباع بثمن راهط لا يقدر عليه المغاربه، هذا الثمن لا يقدر عليه، لان الان الشوفان العبرة ديال الشوفان الآن ما كتعداش 160 ريال ولا 10 دراهم. العبرة ديال الشوفان ما كتعداش 10 دراهم، العبرة فيها تقريبا 10 كيلو هذه. نعم. فهذا الثمن اللي كيتباع به هذه المنتوجات الآن اللي دخلت هو ثمن باهظ، ونحن عندنا الشوفان في المغرب وهذا المسائل الميزانية. يعني الثمن ديالو رخيص. نحن نؤدي هذه الأشياء بالدولار. اما الشوفان ديال المغرب كنأديوه بالدرهم، ما عندناش نعم مشكل فعلا. جميع المنتوجات المحليه ما عندناش معها مشكل، يعني نخلصوا الناس بالدرهم، ممكن نطبعوا الدرهم ونعطيو الناس ما عندناش مشكل، ولكن الاشياء التي تؤدى بالدولار هي اشياء فيها ليكيفالون، يعني تما خصك تعرف باش غتخلصها، هذا نعم هو المشكل. اذا نحرر اولى المكالمات. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الاسم الكريم. عبد الله من الدار البيضاء. أهلا سي عبد الله من الدار البيضاء، تفضل. كنشكروا إذاعة محمد السادس أولا وقبل كل شيء، والناس اللي كيشرفوا عليها. مرحبا. والدكتور الفايد، بالنسبة للخرطال أو الشوفان، واش نفس المكونات اللي كاينة في الشعير كاينة في الخرطال والشوفان؟ ثانيا هناك بعض الأعشاب بين قوسين قاموا باستغلال الخرطال مما أدى إلى بعض البيعة الى بيع بثمن باهظ، مثلا انا في الدار البيضاء ذاك يباع بالغرامات. جيد. هذا غير معقول. لا هذا غير معقول، لان هذا هو المشكل، المشكل ديال المستهلك، المشكل ديال المواطن المغربي، مشكل ديال المواطن ماشي هاد المحتالين عليه. نحن لا نحمل المسؤولية المواطن، هو المواطن كيعرف الخرطال كيتباع العبرة في الاسواق، كيعلفوه الناس للحيوانات. ودكتور حتى الربيع ولا كيتباع الويفيرا شي لا حول ولا قوة الا بالله. نتمنى من الدكتور ان يوضح للرأي العام ان شاء الله. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. نعم، هذه هي الأشياء التي نتكلم عنها دائما. وأنا علي أن أنا مضطر أخرج بعد الخرجات يعني أثناء البرنامج، نتكلم عن التغذية ونتكلم عن تأثير عام للمجتمع، نتكلم عن المواطن ونتكلم عن المنتج. هذا أنا نتكلم عن المادة هكذا وكأننا نقلناها من الأنترنت ثم نسردها على الناس أو نقرأها على الناس، لا، الناس يحتاجون إلى أشياء متكاملة فيها علم الاجتماع وعلم التغذية وعلم الاجتماع، علم التغذية ونصف علم الاجتماع هذا. هذا طبعا لان ما يمكنش علم التغذية يكون هكذا، لا يمكن، هو دخل في عادات الناس، دخل في عادات الناس، دخل في تقاليد الناس، هذا. فهذا السي عبد الله جزاه الله خيرا. نعم، هذه الاشياء التي اتكلم عنها، لان انا شفت في الدار البيضاء وفي الرباط يعني باع لا حول ولا قوة الا بالله، يعني اي شيء اصبح يباع بثمن باهظ، والناس لو خرجوا من الدار البيضاء، هاد الناس هادو اللي كيشريو هادشي خرجوا من الدار البيضاء ويتموا جايين على طريق اللويزيه، على طريق على مستوى يعني بني خلف، غادي نشوفوا الحقول ديال الخرطال، ما بغا حد يعني كيتباع في الرحبه، اللي دخلوا رحبه الزراعه غادي يلقاو بان الناس الفلاحه كيشريو العلف الحيوان، يعني وما كاين حتى شي فرق، بالعكس هو هاد الخرطان ديال الرحبه احسن من الخرطان اللي كيبيعوا فيه العشابه، لان هذاك اللي كيبيعوا فيه العشابه ما معدلش مزيان، وربما يكون زايدين فيه بعض الاشياء يعني. انا فهذا الخرطال اللي كيلوه الناس يشريوه الناس من الاسواق مع الحبوب مع الشعير، وانا احذر الناس باش يبقاو يشريوا التغذيه من عند العشابه، التغذيه ما كتباعش عند العشابه. الخرطال هو ماده غذائيه كيخبزوه الناس، علاش غنبيعوه بالجرام؟ هو كيتباع بالقنطار. نعم. باش نقول الناس راه ماشي شي عجب، يعني ليس فيه عجب، هو من النشويات، هو اقل من الشعير. نعم. الشعير رقم واحد، الشوفان رقم اثنين. الناس يشريوا الشعير ماشي البلبولة. نعم. يشريوا الشعير حبوب ويطحنوه في المطحنة. نعم. ويفرقوه السميد يديروها بالبلبولة والدقيق يعجنوه. نعم. هذه هكا كانوا المغاربة، ما كانش فيهم هذا العجز اللي ولا الآن، اللي ولا الشوفان يتباع الجرام كما قال هذا السائل. هذا شيء يحزن هذا. أن الناس كيشريوه الجرام، لا إلى الله، التغذية ولا تتباع الجرام، التغذية ما كتباعش الجرام. نعم. العشوب يتباعوا الجرام. نعم. والأعشاب كلها سامة وكلها مسمومة وكلها تسمم. وستضيف سموميتها لما يتناوله الناس. أما التغذية فليس فيها سمومية. طبعاً. التغذية ليس فيها سمومية. النشويات والقطاني والخضر والفواكه والأوراق الخضراء والمسائل. هذا الأخ سي عبد الله يجازي بخير، قال لك الربيع ولا كيتباع. كيتباع في الدار البيضاء. إحنا الربيع كنا كنعنيو به القزبر والكرفس والمعدنوس، هما اللي كانوا كيتباعوا. لا الآن أما الربيع إلا ولاو الناس يجيبوا التبش ويجيبوا الزرن يجيبوا يبيعوه، هذا مشكل.
نعم. خير إن شاء الله. ولكن كيف ما كان الحال فهو سأل على المكونات ديال الشوفان. أنا قلت بأن الشوفان أقل من الشعير. عندنا نحن في علم التغذية نعم. الشعير هو الأول نعم. متبوع بالشوفان، ومن وراء الشوفان كاين الرز الكامل. إلا كان الرز الكامل ما عندناش في المغرب، واخا الناس كيجيبوه بالغلاف، راه ماشي هذاك هو الرز الكامل. ثم عاد تجي القمح الكامل، القمح الصلب والفارينة هي الأخرى نعم. هذا القمح الطري هو الأخر. ولكن دابا راه 90% ديال السكان يعيشون على القمح الطري. حتى الفلاحة عندنا في الشاوية وفي قسم التاد اللي في الغرب الآن زرعوا القمح الطري، مابقاوش كيزرعوا القمح. لماذا؟ الفلاح تيقول لك القمح ما يعطينيش بحال الفارينة نعم. يعني ولنا كنمشيو على الطن نعم. يعني شحال من طن غادي يهز في شحال من قنطار غادي يهز في الهكتار. ولكن القمح راه حسن من الفارينة. يعني القمح بالنسبة للتغذية خصوص النخالة ديال القمح حسن من النخالة ديال هذا. علاش؟ لأن فيه بروتينات زايدة. والأطفال إلا كان غير الخبز والزيت، لك الخبز ديال القمح الطري، القمح الصلب اللي كنسميو القمح، كاين القمح والفارينة اللي غادي يكون خاد واحد الوجبه جيده، راه ما يحتاج اي شيء. دكتور، كاين عندي واحد السؤال عبر صفحه الفيسبوك. هناك سيده تعيش في اسكندنافيا، تقول يعني بلد بارد، وهما عندهم كبسولات وقطرات مركزه وخلاصات من الشوفان، يعني كيضيفوها للشاي طبعا، وعندهم واحد الحساء، حساء الشوفان كيتناولوه يوميا نعم. طبعا يعني هاد الكبسولات وهاد القطرات المركزه هل هي جيده؟ نعم. ولماذا القطرات ولماذا الكبسولات؟ مصانعينهم يعني هي ستؤدي ثمن تصنيع. هذه السيده هذه ستؤدي ثمن تصنيع نعم. لتشتري دقيق عندهم، هما عندهم نخاله ديال الشوفان وعندهم دقيق نعم. الشوفان كيعملوه عندهم حتى هادو حساء، وعندهم البروث هادو السوب نعم. اللي كتباع جاهزه هذه نعم. من الشوفان. لان هي دول منتجه لشيء، هولندا مثلا، هولندا والدنمارك والسويد، هذه دول يعني تنتج زعما. يعني هذا الطعام كيتعطى غير الاطفال والمرضى وكبار السن؟ لا، حاليا هذه حالات خاصه، يعني طبعا ملي كيوليو المرضى هذه حالات خاصه. ولكن دقيق الشوفان، يعني دقيق الشوفان ونخاله الشوفان هي كافيه نعم. كافيه جدا يعني نعم. بلا ما تشري هاد الكبسولات ولا هاد الاشياء. اذا دكتور غادي نحروا مكالمه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ أم الرميساء من الدار البيضاء. أهلا أم الرميساء، تفضلي. تحياتي إليك دكتور الفايد وإلى طاقم البرنامج بأكمله. سؤالي هو كالتالي، ما هي فوائد الخرطان؟ علما أن الخرطان كنا نسمع عنه ونحن صغار أنه لا يؤكل نعم، والآن أصبحنا نسمع عنه بأنه يؤكل، فما السر في ذلك؟ نعم. والله يجعل ذلك في ميزان حسناتك. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. جزاك الله خير. شكرا لك أم الرميساء من دار البيضاء. السير في ذلك هو سير تجاري وسير مادي وكسب فقط نعم. ثم اللعب على جهل الناس واستغلال جهل الناس بهذه الأشياء. لأن هؤلاء يستغلون جهل الناس. ويعني هذا الشخص فليتقي الله فقط، فليتقي الله في الناس. وأنا كما أقول أحمل المسؤولية للمواطن. يعني هذا الشخص اللي كيبيع الشوفان بهذه الطريقة ولا بهذا الأتمان ولا هذا التهافت، والنساء هما لعبوا واحد الدور سلبي في هذا الإشهار المجاني اللي كنسميه أنايا. ملي المرأة كتمشي على جارتها تقول لنا أنا شريت الشوفان ورانا وليت لاباس، هاد السيدة هادي غادي تتحمل مسؤوليتها أمام الله. هادي راه كتزيد في الفساد في البلاد، راه كتزيد في الفساد نعم. يعني وكنلاحظوا على أن في المغرب في هذا الإشهار المجاني. المرأة ملي كتشري واحد الحاجة، إما كتبغي تبان على جارتها بأنني رانا شريت ديك الحاجة، كتصدق عاملة إشهار مجاني، إما لأنها شراتها خاص الناس يشريوا علاش هي تصدق شراتها. وهذا هو المشكل اللي طايحين فيه الآن. سقطنا في هذا المشكل ديال الإشهار المجاني. هو إشهار جاهل، وإشهار جاهل مجاني جاهل. ومن يستفيد في الأخير؟ يستفيد هذا المحتكر وهذا المحتال، هو الذي يستفيد، والذي سيملأ جيبه من جهل الناس. فهذه الأشياء إن شاء الله كيف ما كان الحال، مع طول الأيام يؤثر الحبل في الحجر. الحبل هو اللي قطع الحجر مع طول الأيام نعم. هو الحجر الذي يقطع الحبل، ولكن مع طول الأيام الحبل يقطع الحجر. هنا يعني لمشيتي البيار في البادية غتلقاي هذاك الفم ديال البير، هذاك الحجر كله مقطع، والحبال ديال 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 الدلو هذا ديال ديال البيئة ديال البيئة. فمع طول الأيام سنؤثر في هذا المجتمع إن شاء الله نعم. وهذا البرنامج هو برنامج طويل إن شاء الله، وفيه ساعة، ولدينا لا زال إن شاء الله، لا زال لدينا إن شاء الله ما 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 ما, ما نخرجه للناس إن شاء الله. سنتصدى لكل الأشياء الخارجة عن شرع الله والخارجة عن أخلاقيات المجتمع المغربي. وهذا المشكل كان عندنا دائما في المجتمع المغربي. هذه البيع امام المساجد كان عندنا في المغرب
وهذه آفة خاصة تحبس صافي خاصة توقف. كان عندنا المشكل ديال الخطاب الديني، كانوا الناس كيبداو يحددوا بالدين في الحلقة في الأخير كيبدا يبيع. نعم هذا كانت عندنا ظاهرة في المغرب، هذه كانت معروفة. نعم. أن في الأول كيبدا بالحديث وكيعاود يمشي قصة ديال شي صحابي، ولا كيبدا يهضر على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كيبدا على المنكر ولا على الحلال والحرام، كيهضر واحد قسمين ولا ربع ساعة، ومن بعد كيجبد شي من مادة ويبدا يبيع فيها. هذه كانت عندنا، هذه الظاهرة كانت معروفة في المغرب، وهي اللي رجعت الآن، غير اللي رجعت على شكل عشابة وعلى شكل حوانت وعلى شكل بنايات. هي ما كانتش بنايات، كانت غير حلقة هكا في أرض فارغة، الآن ولات بنايات هذو الآن. فهذه الأشياء المواطن يتحمل مسؤوليته فيها، لأن هو هذا الجهل، هذا المواطن هو الذي يستغل. وهذا الأخت أم رميسة اللي سألت هذا السؤال، هذا هو السر، هو سر مادي فقط، ليس هناك سر طبي، ليس هناك سر غذائي. يعني الشوفان ليس فيه حاجة أشياء خارقة للعادة، هو في الأملاح المعدنية اللي موجودة في الشعير، اللي من السيلينيوم والزنك والمنغنوز والمغنيز والفوسفور والكالسيوم، في شيء من الحديد، قليل من الحديد، في شوية قليل من 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 النحاس، في أثر نحاس، شيء قليل. الفيتامينات بي بي وبي هي اللي موجودة في النشويات، هي اللي موجودة في الخرطال، في الأفينونتراميد، هذا الفلافونويد اللي كاين في الخرطال، كاين البيتا غلوكان اللي كاين في الشعير، كاين كذلك في الخرطال. لي ليغنان، هذوك ليغنانات الفيتوستروجينات اللي موجودين حتى في نخالات القمح، في نخالات القمح هي الاولى في الفيتوستروجينات، هذو ليغنانات هي اللي كتكبح سرطان الثدي، وهي اللي كتكبح سرطان البروستاتا. الشوفان عنده هذا الفلافونويد، والغلوتين ديال القمح فيه الجليادين، ولكن الغلوتين ديال الشوفان فيه الافينين، الافينين يعني الافينين عندها اقل حساسيه من الغلوتين. الناس اللي عندهم ازعاج اللي كيضرهم القمح، ماشي اللي عندهم سيلياك، لا الناس العاديين، حيت كاين الناس عاديين كيضرهم القمح، اللي عندهم فصيل دموي او مثلا كيضرهم القمح. فالشوفان الا كان بالنخاله، نعم الا كان غير بالنخاله جيد، ولا كان بخميره بلديه يكون جيد. والشوفان هاد الناس اللي عندهم ازعاج من الدقيق الابيض ديال القمح، هذا الشوفان جيد لهم. الناس اللي عندهم امساكات، الاشخاص اللي عندهم هذه الاشياء، اضطراب على مستوى الجهاز الهضمي، الافينين هي جيده، ماشي بحال السائله تقول لك هل الشوفان جيد لمرضى غده الدرقيه؟ نعم ماشي جيد عليا، جميع الاشياء جيده للغده الدرقيه، فقط ما يتكثرش من زريعه الكتان، وما تاخذش الصوجا، ما تاخذش البروكولي. علاش؟ لان هادو فيهم ليزوتيوسيانات وسميتو عليه، بعض الفلافونويدات اللي كتزيد شويه في الغده الدرقيه. الغده الدرقيه المشكل ديالها مع المواد الصناعيه، كل المواد الطبيعيه ما عندهاش مشكل، الغده الدرقيه المواد الصناعيه هي التي تضرب الغده الدرقيه. نعم. وعاد بدينا كنلقاو اشياء اخرى الان اللي في الجديده، يلا اكتشفنا ان الكلور والفليور تا هما من الاشياء اللي كيضربوا الغده الدرقيه، وان العيالات كيخدموا بالنساء عندنا في المغرب كيخدموا كيستعملوا ماء جافيل بكثره، وان هذا الكلور وهاد المسائل اللي كيطهروا بها الاواني واللي كيغسلوا بها بعض الاشياء اللي كتصل بالاكل، وانهم كيستنشقوا هذاك الكلور ملي كتكون المراه تصبان ولا كتكون تطهر في المنزل ديالها، كيكون الكلور كتستنشق الكلور بكثره، ماده الكلور سامه يعني معروفه هذه. ثم مكون الفليور، المكون الفليور اللي موجود في المياه واللي موجود في معجون الاسنان واللي موجود في كثير من الاشياء، مكون الفليور كذلك هو يضرب الغده الدرقيه. يعني عاد بدينا نكتشف اشياء اخرى، يعني حتى المعادن الثقيله. فهاد المواد الطبيعيه لا تحدث اي شيء، مواد طبيعية لا تحدث أي شيء عند الناس يعني حتى المرضى، ولكن هذه الأشياء الأخرى المواد الصناعية هي التي تحدث مشكل. الشوفان يصنف مع النشويات الألياف الخشبية، هو يمتاز كما قلنا بهذا الفلافونويد لافينالتراميد، ويمتاز بالألياف الخشبية بنسبة عالية، ويمتاز ببعض الألياف المتخمرة أو الألياف الدائبة. وإذا أضفنا هذا الفلافونويد على الألياف الخشبية مع الأملاح المعدنية، فطبعا هو من النشويات القوية. نعم. اللي ممكن يقتات عليها الإنسان، ومشي سهل في الخدمة، يعني في العمل باش المرأة تحصل على دقيق الشوفان في عمل شاق شوية، يعني مشي خلطو مع الزرع. وأسهل دقيق هو الشعير، عنده واحد الغلاف خارجي، كانوا من قبل كانوا كينفخوا عليه غير بفهمهم، الآن ممكن يتغربل ماشي مشكل. نعم. اللي يتابعوا في العمل اللي صعيب شويه هو الشوفان. نعم. ولكن ما صعيبش كثير. علاش؟ لان عنده غير غربله واحده، هو ما فيش سميد، عنده غير غربله واحده، غير تحيد هذوك القشور الكبار، والاشياء الاخرى كلها تستهلك، يعني كلها تستهلك. ويعني سبحان الله، هذا لما يضاف الى دقيق الشعير ملي كتخلط الشوفان مع الشعير يعطي واحد خبز، يعني ما شاء الله. اذا كانت الخميره البلديه، يعني هذا الخبز هذا هو الماده، يعني المادة التي تريح الجهاز الهضمي عند الأشخاص اللي عندهم غازات واللي عندهم تقرحات واللي عندهم مشكل ديال كرون واللي عندهم هذه المسائل.
دكتور، هناك سؤال وردني من الولايات المتحدة الأمريكية، تقول سيدة أن في الأسواق تباع يعني سيقان وأوراق الشوفان. يعني الأمريكيين كيضيفوها الماء الحمام باش يعالجوا الروماتيزم ومشاكل المتانة والكلى، هذا صحيح؟ نعم، ولكن إذا استهلكوا يكون أحسن علينا، I think. إذا كان استهلكوا يكون أحسن. لماذا؟ لأن أنا تكلمت قبل قليل عن المشكلة الإزالات المسببات للألم في الجسم. هو هذا الأفينونتراميد، هذا الفلافونويد يزيل هذا المكونين. نعم، هذه اللي كتسبب الألم هي الام سي بي 1 وهي الاي ال 8، هما الكيمو اتراكتيف، هذه سيلز والكيموكينين. كاين كذلك هذه الانتر سيل، وكاين الفازو، هذا الفيكام والايكام. هذه المكونات، هذا الافينونتراميد هو يزيل هذه المكونات، ما يخليهاش توصل، ما تكونش التهابات ويعني والم على المستوى الجسم. ربما نعم يريح حمام ديال هذا ديال الشوفان، ربما يريح، ولكن لا داعي. لكن الناس يستهلكوا الشوفان جيد وكافي جدا، تستخدم منه يمكن احسن. وعلينا امريكا خاص تكون عندها 100% روماتيزمات و100% الام مفاصل و100% الام في عضلات. لماذا؟ لان استهلاك الان المجتمع الامريكي فيه استهلاك مواد صناعيه ب 90%، وعندهم الا العرب المغاربه اللي كاينين في كندا وفي الولايات المتحده، مازال عند شويه يحنون الى الطبخ المغربي، ومازال عندهم يعني حتى الدور في امريكا مبقاش فيها مطبخ، كيتشن ما كاينش عندهم مطبخ، كلهم كياكلوا يعني كنت في واحد لابلاك سخن قهوه ولا حاجه ولا شيء، مابقاش عندهم مطبخ. وفي اوروبا اصغر مرفق هو المطبخ، في المغرب اكبر مرفق هو المطبخ، الحمد لله. يعني نعم جيد. ولما يكون مطبخ، لما يكون مطبخ ما يكونش امراض، لما لا يكون مطبخ ولكن هاد بعد العمارات الجداد، هاد البني الجديد هذا، ولا كيكون في المطبخ شويه ضيق، ولكن المغاربه باقي عندهم حافظين على الثقافه ان المطبخ خصو يكون، لان يعني المطبخ فيه كل شيء، المطبخ هو أكيد. المنزل ماشي 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 غرفه طبعا اللي كيطبخ هو اللي كيعرضنا ولا هو اللي غيصحي. لما يكون مطبخ تقل الامراض، لما لا يكون مطبخ تكون جميع الامراض، يعني جميع المجتمعات اللي تخلات على المطبخ هي كلها مجتمعات الان. يعني ما شاء الله ماشي غادا ترجع، نعم ترجع من الولايات المتحدة، بدأوا كيرجعوا يعني بدأوا يرجعوا. لأن المؤتمر كنا فيه في 1994، كان كل الدول، كانوا البريطانيين، كانوا الأمريكيين، الكنديين، اليابانيين، عليهم كنا احنا تقريبا جوج ديال العرب في هذا المؤتمر 1994. كانت معنا واحدة بريطانية هي متخصصة في الطبخ، هذه باحثة في طرق الطبخ وأثرها على الصحة، يعني وهذه يعني باحثة، يعني كان عندها أبحاث ما شاء الله. هذه يعني من اللي بدات العرض ديالها، كان عندها عرض فيه 20 دقيقه، من اللي بدات العرض رددت كلمه هذيك لابويل، هذه رددت كلمه المقله، هذه اللي كنستعملوا حنا قلب، رددت تقريبا اكثر من 20 مره في 20 دقيقه. يعني كانت يعني تحت الناس، وكانت تشتكي، وكان تقول بان هذه هي سبب الاشياء الخطيره في المجتمعات، من اللي بداو كيقليو في الزيت. هذه المقلات خاصها ما تكونش في المنازل. واسميتو انا كنت نضحك معاك، تكون غير جديها معاك في سامسونيت وشديها في يدك ملي تكوني تهضري، باش تبقى الصوره يعني مترسخه عند الباحثين. يعني هذا المشكل اللي كاين هو ان الاخطاء العلميه اللي كانت الان اللي تضرر منها الطب، ماشي علم التغذيه. نعم. علم التغذيه طبعا ملي كيتضرر الطب، اللي تضرر منها المجتمع هي الغربال. نعم. هي الدقيق الابيض. نعم. المجتمع تضرر من الغربال، هذه الاله ما خصهاش تكون، وتضرر من المقلة، هذه الآلات هي ما خصهاش تكون في المنازل، لا يجب أن لا تكون في المنازل. أن المغاربة كان عندهم واحد حاجة من الطين كانوا كيخبزوا فيها، كنا كنسميوها الفراح. نعم. كانوا كيخبزوا فيها. مازال لحد الآن. نعم. الخبز اللي كيتخبز في الفراح ماشي هو الخبز اللي كيتخبز في الفران، خص الناس يعرفوا هذه القضية هذه. لأن الخبز اللي كيتخبز في الفراح ما كيمصش هذيك المواد الاحتراق اللي كجايه من الحطب، كان غير الحطب هذيك الساعه، الان دابا ولا الغاز. نعم. لو كيدير فرن الغاز الخبز يمتص مواد الاحتراق ديال الغاز، الكهرباء افضل. نعم. فهذا هذا الخبز سبحان الله، ملي حيد، ملي المجتمع بدا كيتغير وانتقل، حتى البوادي الان بقاش فيهم فراح، يلاه باقي البغرير لو كيخبزوا على الزليجه، ولا كيخبزوا على الفونت، ولا كيخبزوا على الحديد، فراح الحديد. نعم. هذه مشكل. يعني اللي كنشوف انا ملي حيد الفرن الحطب وحيد الفراح هذه كانوا كيخبزوا فيه، والناس بداو كيرجعوا للقلي، بداو كيميلون الى هذا
السرعة هذه يعني سبحان الله نفس الأمراض اللي ولات في البادية هي نفس الأمراض اللي كاينة في المدينة. فعلا يعني ولا عندنا ارتفاع الضغط في البادية، ولا عندنا أمراض القلب والشرايين في البادية، ولا عندنا السمنة في البادية، ولا عندنا السكري في البادية، ولا عندنا بهجات. أنا عندي في المنطقة ديالنا اللي كنمشي كيتلقاو لي الناس حتى في الطريق أنه ولا عندنا المشكل ديال بهجات تخثر الدم، ولا عندنا مشكل بهجات في البوادي المغربية وسرطانات يعني حدث ولا حرج. فهذا هذا المشكل ما كانش معروف عندنا في المنطقة هذه اللي كنت أنا فيها، ما كانش عندنا معروف هذه الأمراض، ما كان لا يعرفون. الآن الناس في الدوار في البادية الناس كيتكلموا على الكوليسترول. نعم الناس في البوادي ما مقارين ما ولو كيتكلموا يعني حتى البوادي لم تسلم. نعم يعني على غزو الصناعة وغزو هاد المواد الصناعية يعني بسرعة بسرعة. نعم يعني لماذا؟ لأن كما قلت الموضة، والموضة توصل للناس، الموضة توصل للناس في أسرع ما وقت، أسرع وقت. يعني شوف كان واحد الوقت من اللي كيظهر واحد اللباس مثلا في أوروبا أقل من أسبوع كنلقاه في الدار البيضاء. أكيد أقل من أسبوع. أن الموضة كتمشي بواحد السرعة فائقة، لأش لأنك تدخل في عقدة الناس وفي غريزة الناس هكذا. أما هو الأصل في الأشياء هو أن يعيش الناس بسلام. نعم. وأن هذه الحبوب النشوية. نعم. يعني تتصور يعني أن المغرب الميزة دياله هو الإنتاج النشويات كلها. عندنا منطقة الغرب فيها الروز، عندنا الشوفان في المغرب كله، القمح في المغرب كله، الشعير في المغرب كله، الذرة في المغرب كله. الذرة البلدية الفلاحة مابقاوش كيديروها. الذرة البلدية غادا تولي الثمن ديالها غادي يولي ضعف الثمن ديال القمح. هاد السنة هذه اللي مرت الشعير كان أغلى من القمح في السوق. الآن دابا الآن الشعير أغلى من القمح في السوق. الآن إلا مشيتي تلقى العبرة ديال الفرينة ب 900 والقمح ب 950. فهاد هو جيد يعني بالعكس بالنسبة لي أنا إيجابي. لماذا؟ لأنه كيبين على الناس بدأوا كيرجعوا استهلاك الشعير بعدها مزيان. هذه جيدة إلى الناس بدأوا يستهلكوا الشعير في المغرب. نعم. يعني سنكون بخير إن شاء الله إلى استهلكوا الذرة البلدية. كنتكلم مزيان على الذرة البلدية. نعم. الذرة اللي كيديروها الفلاحة الأبقار يجب أن يبتعد منها الناس، وأنا أحذرهم منها. لأن العام الفايت لقيت الكبال كيشوفوا في الكبال ديالها وكيبيعوا فيه الأطفال. أنا أحذرهم من هذه الذرة هذه اللي كتزرع الأبقار، كنحذر منها الناس. هي ليست للاستهلاك البشري. الذره البلديه راه كاينه عندنا، راه كاينه في الدكاله، راه كاينه في الشاويه، كاينه في قصب التهله، كاينه في الغرب. راه الناس باقيين كيديروا الذره البلديه. وكان واحد النوع ديال الذره البيضاء كنا كنسموها البشنه. نعم. واحد الذره البيضاء كانوا كيديروها في المنطقه ديال الشاون والعريش وتطوان في الشمال اللي صغيره. نعم هذه عندها حبوب بيضاء. هذيك من احسن انواع النشويه قليلة. مع الاسف ما بقاتش في المغرب قليله هذه. نعم. هذه لانها هي على شكل دوره ولكن كدير سنبله. الحبوب ديالها ما كيكونش في الكبالة، كيكون في سنبول. وهذه الدورة دكتور رومية اللي تحدثتي عليها بما أنها هي غير صالحة للغذاء البشري، لماذا تصلح للحيوان؟ عليا حتى الحيوان يتأثر بها، وما ما يأكله الحيوان نأكله طبعا. لكن نعطيها الأبقار ديال الحليب هي تقريبا لونسيلاج. هذا السلوجة هي تعطى لأبقار الحلوبة. إذا كانت تعطى لأبقار الحلوبة سنشرب حليب فيه. هذه الأشياء يعني ما هذه لا مفاد منها. أنا تغذية الحيوان هي اللحم وهي الحليب. يعني أنا كما قلت يعني لما ندرس علم التغذية ندرس تقنيات الإنتاج وندرس تغذية الحيوان. البلان دو نيتريسيون هذه كتدرس هي الأولى ما فيهاش. لماذا؟ لأن اللحم يتأثر بالتغذية عند الحيوان، ثم الحليب يتأثر، حتى اللحوم الأخرى الدواجن وحتى البيض يتأثر. لأن هذه أشياء يعني يجب أن ترشد. يجب أن ترشد، ويجب أن يكون للمواطن له الحق في العلم. المواطن له الحق في أن يعلم هذه الأشياء. هذا حقه في القانون ديال المستهلك الآن اللي خرج. هذا المواطن له الحق في الإخبار وله الحق الكامل اللي كنسميوه احنا عليا القانون الفرنسي. عنده أقوى شيء لا ديزانفورماسيون. نعم ديزانفورماسيون ماشي سهلة. يعني أي صانع الآن تبت عليه لا ديزانفورماسيون حكموا عليه. والمشكل ديال هذا عدم الإخبار. المستهلك الآن هو في المغرب حاصل، حتى ولو يكتبوا على هذا التعليب هم لا يكتبون الأشياء الحقيقية التي تقع في داخل المعمل. ويجب أن يكون إخبار المواطن وإخبار المستهلك بهذه الأشياء. وأكثر من ذلك يجب أن تكون مراقبة الفواكه في المشكل ديال المعالجة بالمبيدات. خاص يكون شهر قبل الجني يجب أن يتوقف الفلاح على رش هذه الفواكه. ثم أن البرنامج الذي يستعمل الآن هذا الخرطان، بعد الخرطان ما كيعالجوه الفلاحة. كان عنده واحد هنا في المنطقة ديال التمارة حتى البوزنيقة عنده واحد مرض سفيرة كيسموه الفلاحة السفيرة. هذه كنبو بوزدغ. هذه ولكن ما كتكون غير في السنوات اللي كيكون فيها مطار بكثرة. ملي كيكون الشمس كثيرة وما كيكونش المطار بكثرة ما كتكونش هاد المرض ديال مع الأسف الآن كيعالجوه
هذا المرض بدا كيتعالج حتى هو بالمبيدات. هذا ملي كيعالجوه كيكون هذاك الخرطال يلا غادي يخرج السنبله ديالو، غادي يقرب خرج السنبله ديالو، سيمتص هذاك المبيد، غادي يكون فيه هذا المبيد. الشعير في المغرب لازال لا يعالج. المغرب عندنا مازال ما كنعالجوش الشعير، لازال لا يعالج. ولكن حتى ترشيد هذه المبيدات يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار، لان لا يمكن ان نتكلم عن ماده هكذا وكانها نزلت من السماء. هذه الماده راه نتجت على الارض، وان تدخلت في هذه الانسان، وان لديها تقنيات، وان لديها اشياء ربما يكون فيها غش. فكل المواد الغذائيه الطبيعيه خلق الله هي جيدة بدون تحفظ، ولكن ليست كل المواد الموجودة في السوق هي مواد طبيعية. دكتور، هناك سؤال أيضا وردني عبر صفحة الفيسبوك، تقول السيدة تعيش في فرنسا وهناك يعني مصانع قامت بصنع مستحضرات متعددة من الشوفان طبعا لعلاج خفض الكوليسترول في الدم. نعم، لعلاج كلمة قوية، لا نقول لعلاج، هذه كل الأشياء يعني تعالج الكوليسترول، قرأتها كما جاءتني. كل الأشياء تعالج الكوليسترول، حتى الرجلة والخبيزة والسكوم والخرشوف يعالج الكوليسترول. الناس خصهم يعرفوا هذا، أن الكوليسترول حيواني لا يوجد في النبات. الغريب هو أن ربما هذه المصانع تعرف أن تعلم أن الناس يعجبهم إغراءات، ياخذوا داك الشيء على شكل كبسه، ما نسميه ماركتين. نعم، فقط ماركتين فقط. نعم، اما التغذيه والطب في بعد منه. نعم، يعني كاين ماركتين كاين. هذه الاشياء توجد الان ليس في فرنسا، هي توجد في الدار البيضاء. هذه الاشياء اللي تكلمتي عليها، نعم، هذه الان هي في الدار البيضاء، هي موجوده معروضه الان في اسواق في الدار البيضاء. نعم، هذه. فهاد الناس كيف ما كان الحال، الى صرفوا فلوسهم على الاقل ما يشريوش اشياء بهذا الثمن، لانه سيؤدي الصانع، سيؤدي الصانع، سيؤدي التعليم، سيؤدي يعني النقل وكل الأشياء. فلماذا لا يشتري شوفان؟ ما هي هذه المستحضرات؟ ما هي هذه ليس هناك سير في هذه المستحضرات. غادي يطحنوا الشوفان ويديروا في في, في 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 أكياس ويبيعوا الناس فقط. هذه ماشي. ثم شنو السر فيها؟ يعني اللي زايد فيها هو غادي يكتبوا عليها تعالج الكوليسترول. ويجب ألا يكتبوا تعالج، كلمة تعالج لا تكتب على التعليم، لأنها علين، لأنها إشهار كاذب، وهذا الإشهار الكاذب هو ممنوع في القانون. يعني كل الأغذية التي خلق الله النباتية، كل النبات حتى الحميضة والحريقة وهذه الأشياء اللي ما كياكلوهاش الناس القرنينة، كل النبات يخفض الكوليسترول في الجسم. ما ولكن لا يمكن أن يخفض الكوليسترول بالشوفان، وهم يتناولون مواد صناعية ويتناولون لحوم ويتناولون فاست فود ويتناولون هذه الأشياء. لا يمكن أن يعالج الكوليسترول بهذا الشكل. فيجب أن يتغير نمط العيش، ممكن للكوليسترول أن يضبط بالسهولة التي لا يتصورها الناس. نعم. إذن شكرا لكم دكتور على كل ما قدمته لنا من المعلومات القيمة.